مهما قمتم به من قول أو فعل فليكن الكل باسم الرب يسوع شاكرين به لله الآب باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σεϊδάτι, σέδατι, وصلα ηλεία بالبريد, أو وصلت ηλεία بالبريد الإلكتروني من أحد الأصدقاء الذي أحييه والذي آمل أن يشاهد هذا العرض الصغير البسيط. رسالة مفادها أن كثيرين مستاءون من الكنيسة. الكنيسة يعني يقصدون الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية، خصوصا لأنها تطالب بأقساط في المدارس أو لأنها تطالب المستأجرين أن يدفعوا أجور المنازل وما إلى ذلك. وأيضا في نفس الرسالة أو في رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني كتب أحدهم أن الكنيسة لا تحرك ساكنا ولا تعمل شيئا في سبيل مقاومة البدع المحدثة المستحدثة التي تنشأ يوما بعد يوم، خصوصا بتمويل من الغرب ولا سيما من الولايات أو الولايات المتحدة الأمريكية. الكنيسة يا أخي الكريم، إذن ردي طبعا سيكون في على نطاقين. النطاق الأول هو النطاق الروحي والآخر هو النطاق أو المجال المادي. المجال الروحي، منذ نشأت البدع أو منذ ازدهرت إذا جاز التعبير البدع على مستوى عالمي، نبهت الكنيسة الكاثوليكية إلى ذلك، وبالذات أولا في حاضرة الفاتيكان وبعدها في المؤتمرات الأسقفية لأساقفة اللاتين في أمريكا اللاتينية. أذكر بالذات وثيقة مشتركة من مجمع نشر الإيمان، مجمع العقيدة، ومجمع وحدة المسيحيين، أصدرت كلها وثيقة ذات شأن في سبيل المحافظة على الإيمان القويم العريق الذي تسلمناه في الكتاب المقدس والتقليد الشريف وتعليم الكنيسة. وكان غبطة البطريرك المرحوم مثلث الرحمات يعقوب يوسف بلتريتي قد أصدر أيضا، نشر أيضا رسالة رعوية، كانت الرسالة الثانية أو الرسالة قبل الأخيرة لغبطته، تعالج موضوع البدع وتعطي النصائح اللازمة. وحينها وكان قدس الأب يعقوب حنا سعادة الله يعطيه العمر الطويل من أبناء يافا البررة، من أبناء يافا في فلسطين طبعا، ولا أقول هذا من باب التحزب السياسي، لأنه عندما ولد أبونا يعقوب سعادة في يافا وهو اليوم تقريبا عمره 90 سنة كانت في فلسطين. إذن أبونا يعقوب سعادة منذ سنة 1947 جمع آيات من الكتاب المقدس ترد على اعتراضات إخواننا من غير الكاثوليك وغير الأرثوذكس من سنة 1947. وهذا التجميع للآيات، ما تنساش قبل عصر الحاسوب، قبل عصر الإنترنت. إذن هذا كان جهدا كبيرا، وسمى كتابه الجواب من الكتاب أو مقلاع داود. وكان لي الشرف
أن أنشر هذا الكتاب أو طبعة مزاد عليها من هذا الكتاب سنة 1983. وكما قال لي أحد الإخوة اليوم صباحا، اليوم الأحد 28 تموز يوليو 2012، إنه كتاب الجواب من الكتاب هو فعلا رد من الكتاب المقدس على الأسئلة والاقتراحات، وهو كتاب ينفع المؤمن الكاثوليكي الأرثوذكسي أو الكاثوليكي والأرثوذكسي. وكثير من المقاطع الموجودة فيه كما تقرؤون في المقدمة مقتبسة من كتب يونانية روم أرثوذكسية باللغة اليونانية، أحدها مثلا اسمه أندي إيفانجليكي إيفانجليكي. وهذا ما نقوله في المقدمة. على فكرة حتى الآن صارت هناك 10 طبعات لهذا الكتاب في اللغة العربية، والآن يقوم كاهن إسباني فاضل بنقله إلى الإنجليزية، وعندنا نقل أيضا إلى البرتغالية في إشكريتور، وعندنا أيضا نقل بلغة الجوجراتي في الهند. ماذا يعني كلامنا هذا؟ منذ زمن غبطة البطريرك يعقوب بلتريتي، يعني حتى سنة 1987، كانت هناك توصية بطريركية إنه هذا الكتاب الجواب من الكتاب يكون في كل بيت وبين يدي كل طالب. والحمد لله قمنا بطبعة مصغرة، أو عفوا نعم بطبعة مختصرة ومبسطة لهذا الكتاب من أجل طلبة المدارس من الصف السادس وما فوق، تحت عنوان من وحي الكتاب المقدس، من وحي الكتاب المقدس. هنالك أيضا حصل في الكنيسة الكاثوليكية سينودوس عن الكتاب المقدس في حياة الكنيسة، طبعا غير السينودوس الخاص سنة 2010 عن مسيحيي الشرق الأوسط. وهنالك في كل رعايانا الكاثوليكية والأرثوذكسية نشاطات كثيرة في شأن الكتاب المقدس. عندنا نشرات، على الأقل نشرة يوم الأحد، قراءات الأحد مع التفسيرات، وأقرأ في الجليل مثلا عند أشقائنا الروم الأرثوذكس نشرة غنية جدا تضع قراءات الأحد، وتضع أيضا تفسيرات من آباء الكنيسة الأجلة. إذن عندنا مسألة فكر، مسألة أيديولوجيا، والرد متوفر. وبإمكانكم بدون مؤاخذة أن تطلبوا أيضا هذا الكتاب الذي تكلمت عنه، والذي كان لي الشرف بأن أشارك فيه وأن أقدم له وأن أقدمه للنشر بطبعاته المختلفة في اللغات التي أشرت إليها. وبما أننا نريد شيئا عمليا، فيمكن أن يطلب الكتاب من مكتبة يسوع الملك، مكتبة يسوع الملك في بيت سحور فلسطين دير اللاتين، كما أنه يمكن أن يطلب مباشرة من مطبعة البطريركية اللاتينية في بيت جالة فلسطين. طبعا بيت جالة بيت سحور منطقة بيت لحم، ونرجو أن يأتي اليوم أن يستطيع كل المسيحيين العرب وكل العرب أن يزوروا فلسطين وأن يستقروا فيها. طبعا ليس كلامي دعاية لكتاب، ولا يدخل جيبي شيء من كل هذا، مع أنني أنا الكوأوثر، يعني المؤلف الثاني لهذا الكتاب، ولا أستطيع أن أقول كلمة ألف هنا، لأنه لا نؤلف شيئا، بل نستشهد بآيات الكتاب المقدس ونعلق عليها
تعليقا نزيها. لماذا التعليق نزيه؟ لأنه تعليق علمي وتعليق منطقي. التعليق العلمي مبني على اللغات، لغات الكتاب المقدس الأصلية من عبرية وآرامية ويونانية قديمة طبعا مش حديثة، ثم التعليق المنطقي. وإذا كانت لأحد أي ملاحظات فبإمكانه أن يكتب لنا، وبإمكانه أيضا أن يكتب لنا على موقعنا، موقع الفيسبوك وعلى موقع اليوتيوب. وأشكر للأخ الذي يصور كل هذه الفيديوهات ويضعها على الشبكة العنقودية. طبعا رأيت ما يقابل كتاب أبونا يعقوب سعادة عند الأب فرانسيس ريبلي في اللغة الإنجليزية، The Faith أو This is Our Faith، وأيضا كتابات للأب أماتولو وهو كاهن إيطالي ولكنه يخدم في أمريكا اللاتينية ويكتب في باللغة الإسبانية. إذا ألخص كلامي، هنالك من ناحية الفكرية نشاط قدمته الكنيسة مقارعة الفكر بالفكر والحجة بالحجة، هذا هو أعلى مستوى. طبعا المستوى الأعلى 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 بكثير هو الصلاة، وبهذا المستوى لا نستطيع أن نشكو أن الكنيسة لا تصلي وأن الإكليروس لا يصلي، لا بالعكس. الآن من ناحية العمل، ماذا أستطيع أنا أن أعمل؟ أنا الكاهن، أنا كاهن رعية هنا وهي مكتبي هناك، ماذا أستطيع أنا أن أعمل؟ إذا كان أحدهم يريد أن يتحول إلى إحدى البدع لأنها تقدم له تسهيلات لتأشيرة في سبيل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة أو إلى كندا أو إلى أستراليا، ماذا أستطيع أنا أن أعمل؟ أنا أستطيع أن أنصحه، ولكنني لا أستطيع مثل ما تستطيع تلك الفئات. والسؤال، لماذا تلك الفئات تشجعه على الهجرة وأنا أشجعه على البقاء؟ ليش ما الإنسان يشغل مخه؟ لماذا ترفض الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية مساعدة البشر على الهجرة خصوصا من فلسطين؟ لأن الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية تريدان وتعملان ولو بحدودنا ولو بأغلاطنا ولو بضعفنا على بقاء المسيحيين في فلسطين، اللي هي مهد المسيح والمسيحية، وليس تهجيرهم. اللي بيساعدهم على التهجير يخدم من؟ من يخدم الذي يساعد المسيحيين على الهجرة؟ ولا بس انت بتطلع على اللي انت بتتوهم انه مصلحتك الشخصية، لي الفخر وانا كان رعية بدون مؤاخذة، والله ينجينا من كلمة انا، انه لم اشجع ولا اي بني ادم على الهجرة. والانسان الوحيد الذي اصر على الهجرة على زماني أنا يعني، ها إنه قد رجع إلى فلسطين وهاجر رغم إنه لم أعطيه ولا أي حرف توصية. الكنيسة إذن بتقول لي ماذا تعمل الكنيسة؟ ماذا تعمل الكنيسة؟ الكنيسة تعمل سهرات إنجيلية، الكنيسة تعمل ندوات. كم من البشر بيحضروا ندواتنا؟ هذه مناسبة أن أدعوكم لكل نشاط ستقوم به الكنيسة أو تقوم به حاليا، ولكن خصوصا منذ شهر 9 سبتمبر، يعني أول بداية أو بداية السنة الدراسية، ستبدأ مع السنة الدراسية. طبعا البشر بيرجعوا من الإجازات والعطل، وقتها سنعود بكامل النشاط والخدمة إن شاء الله بقوة ربنا. سنعود إلى الندوات. قديش بشر منكون في قاعة نعمل ندوة وبشر بيلعبوا طاولة زهر، بعدين بقول لك فيش توعية.
خصوصا مين اللي بيلعب؟ بعض البشر بيشتغلون في مؤسساتنا ويأخذون أرزاقهم منا إحنا ككنيسة. يبدو أنه في منطقة بيت لحم في إحدى المراحل من مراحل تاريخنا الحديث أنه ثلث المسيحيين كان يشتغل عند مؤسسات كنسية، ثلث المسيحيين بين مدارس ومستشفيات ومستوصفات وإلى آخره. واحد على ثلاثة من مسيحيي منطقة بيت لحم، يعني بيت لحم بيت جالة بيت سحور في فلسطين بيشتغل في الكنيسة. وممكن انه بعض البشر اللي بيشتغلوا عندنا بالكنيسة يروحوا على اجتماعات عند غير بشر حتى ياخذوا منهم مصاري، وهذولاك البشر بيقولوا انه الكنيسة شيطانية. طيب اذا الكنيسة شيطانية ليش تضلك تشتغل فيها؟ ليش تضلك تاخذ رزقتك من مؤسسة شيطانية؟ يعني ما فيش منطق، بس زي المنشار طالع نازل، باخذ من هون باخذ من هون. أيها الأحباء، ماذا تعمل الكنيسة؟ الكنيسة بتعمل هالفيديوهات، هيني أنا بورجيك، هيو قدامك قدامك شاب، هيو أمامي، يعني تواضعه ما بسمح لي إنه أحكي لكم اسمه، منيح؟ هيو شاب أرثوذكسي ملتزم، شاب أرثوذكسي ذكي تقي، بكرس عمره لربنا، وهو يبني مستقبله، بفكر ايضا في مستقبل الكنيسه المقدسه الجامعه الرسوليه. لحد الان قديش صار عندنا؟ 17,000 مشاهد. اذا احضروا معنا هذه الفيديوهات، عندكم عده مواقع للكنيسه، عندكم كل احد على موقعي تعليق على الانجيل المقدس حسب الطقس اللاتيني عفوا. في عنا لحد الان صار لي 20 سنة يعني بطلب انه بحكي عن كاسيتات او اشرطة سماعية، ومع الاسف ما بلاقي تجاوب من الناس. 53 شريط سماعي سي دي، يعني قرص مدموج، هذول تفسير العهد الجديد كله من انجيل متى للرؤيا. اللي بده هذا النص كمان بإمكانه يطلبه على موقعنا على الفيسبوك واليوتيوب. بصراحة لحد الآن ما قدرنا نحولهم إلى سي دي، هم أساسهم أشرطة سماعية يعني أوديو. لحد الآن ما حولناهم إلى أقراص مدمجة إلى سي دي. أما إذا بصير طلب فتكرموا، يعني مستعدين نحولهم. وهيني كمان بقولكم في عنا سي دي باللغة العربية لحال، هذا غير اللغات الثانية، 120 سي دي، 120 شريط عن شتى المواضيع، شفاعة العذراء، شفاعة القديسين، نقل الدم، بدعة كذا، معمودية الأطفال، الرد على اعتراضات غير المسيحيين، الحوار المسكوني، الحوار بين الأديان، 120 كاسيت. هل في إقبال عليهم؟ كثير ناس بقول لك معناش خبر. هاي صار اليوم معكم خبر، هاي 17,000. طبعا 17,000 مش كلنا عرب، يعني ما انه اليوتيوب والفيسبوك عنا في 6 لغات. اذا ايها الاحباء، لما انت تقول لي شو بتعمل الكنيسة، انت كمان حضرتك كمان الكنيسة، انا بدعوك انك تعمل في سبيل وحدة المسيحيين، وان نقف مش بكراهية بل بمحبة وباحترام وبحق أمام كل من يريد أن يفتت كياننا المسيحي أو أن يشتت كياننا المسيحي. يعني خلينا نكون صريحين، الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية أعطتنا بس انقسامين، اللي هو انقسام كاثوليكي أرثوذكسي، ولكن الجماعات الأخرى نشأت 1520 في التاريخ، بس 1520 في ألمانيا، وشوف أكم من 1000. يعني عندك بس مع مدنيين في الولايات المتحدة لوحدها 30,000 نوع، 30,000 نوع مع مدني في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وين؟ شو قال السيد المسيح؟ من ثمارهم تعرفونهم.
مش بقول لك ماشيين على الكتاب المقدس، إذا ماشيين على الكتاب المقدس لازم يكون في كنيسة واحدة، كنيسة واحدة خلينا نسميها احتجاجية بروتستانتية، مش 30,000 وهدول بس مع مدنيين وبس في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أيها الأحباء من ثمارهم تعرفونهم، بلاش نحكم على البشر، من ثمارهم التشتيت والتفتيت، هذا واقع. خلينا نقاوم هذا التشتيت والتفتيت، مش أي واحد يجي يقبض له أكم من قرش من أمريكا نصير نلحقه، خصوصا إحنا اللي بنشتغل في الكنيسة، هذا عيب. ما عرفتش الرب يسوع، نرجع لهذيك الأخت، أنا ما عرفتش الرب يسوع، ما شفتيش الرب يسوع، ما شفتيش الرب يسوع وحب الرب يسوع، زي ما بقول المجمع المسكوني الفاتيكان الثاني، الحب الكامل للرب يسوع، بيرفكت كاريتاتس، فيها الراهب ولا فيها الراهبة؟ شو معنى حياة هذا الراهب وغير الراهبة؟ غير والراهبة غير الحب الكامل للرب يسوع. أيها الأحباء، إذا ساعدونا إيد واحدة ما بتصفق، ساعدونا في الوعي، ساعدونا إنه نقول مع بعض ماذا تفعل الكنيسة؟ الكنيسة بتقول أنا على علاتي أحافظ على الأماكن المقدسة. مرات خوارنا بتطاوشوا مع بعض، لاتين وروم وأرمن وسريان، ليش ننسى الواقع؟ الواقع الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية عندها الأماكن المقدسة، هذولاك ما عندهمش، ليش؟ لأنه أجوا بعدين. إذن هي الكنيسة العريقة على علاتنا، مش تقول لي بتطاوشوا مع بعض في القيامة، بتطاوشوا مع بعض مش أهم من الواقع إنه بين أيديهم القيامة، بين أيديهم المهد، بين أيديهم قبر العذراء. ليه؟ لأنهم الموجودين في الأساس. عندك جماعات مسيحية عندها الأماكن المقدسة وجماعات مسيحية ما فيش عندها الأماكن، ما تزعلش يا عمي. ما هو هدف كثير من الجماعات المعمدانية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الهدف معلن أو غير معلن، إعادة بناء هيكل سليمان. تقول له قيامة المسيح، كنيسة القيامة بهموش، تقول له كنيسة المهد بهموش، تقول له كنيسة قبر العذراء ما بهمه ولا معاه خبر بالعذراء. شو اللي بهمه؟ اسأل الزوجين رومس، هذول ساكنين جنب البيت الأبيض، قبال البيت الأبيض، عندهم على مدار الساعة صلوات من أجل اليهود ومن أجل إعادة بناء الهيكل. اقرأ كتاب غريس هولسل Prophecy and Politics، النبوة والسياسة. إحنا على علاتنا ككنيسة كاثوليكية أرثوذكسية بين أيدينا الأماكن المقدسة، إحنا اللي حافظنا على الأماكن المقدسة. وفي كتير رهبان فرنسيسكان ماتوا شهداء، وفي كتير رهبان يونان ماتوا شهداء، خصوصا شهيد بير يعقوب، ولا لا؟ الراهب اليوناني اللي مات، والراهب اليوناني اللي اغتالوه اليهود على جبل الزيتون، هذول مش شهداء؟ اذا برجع لمثل رحمة والدي، والعمر لكم جميعا، بعيد منكم قليل العقل بيرضي الكلام. احنا مش بس ماسكين الكتاب المقدس، هاي الكتاب المقدس ما هو موجود عندنا. مؤسس او اكبر زعيم لفئات الاحتجاج مارتن لوثر الالماني، ما هو كان كاهن، كان كاهن لاتين وراهب من رهبة القديس اغسطينوس، كاهن راهب. اذا من وين اخذ الكتاب المقدس؟ من الكنيسة، زي ما بقول ابونا يعقوب سعادة، اخذوا الكتاب من الكنيسة، جعلوا اياته لهم فريسة. كتاب مقدس كان معروف قبل مارتن لوثر، أول كتاب طبعته مطبعة جوتنبرغ في ألمانيا القرن 15، الكتاب المقدس.
إذن أيها الأحباء، سؤالي أو جوابي أيها الأخ أنطون وحضرتك اللي سألتني هذا السؤال بالبريد الإلكتروني، الكنيسة ممكن مرات في عنا كهنة مهملين، ممكن عنا شعب مقصر اللي زي ما بقولوا الحاضر يعلم الغايب والصاحي يصحي الغفيان، والله يقدرنا جميعا زي ما قال مار بولس، يجب أن تكون هنالك انشقاقات حتى يمتحن إيمان الأبرار. فعلا إيماننا امتحن عن طريق كل هالمصائب والشدائد التي تضعنا فيها هذه الانشقاقات، وخصوصا أول ضحايا إلها هم الشعب اللي بتبعها واللي كلنا نتحمل مسؤوليته، الشعب المسكين، الشعب المضلل. فبدنا زي ما قال مار بولس أفسس 4:15 لنعملن بالحق في المحبة، وشكرا لإصغائكم.